وبكل تسبب ولكل إخلاص. لطالما أن هناك أناسا وشبابا ومجاهدين وأطفال يضعون دماءهم بين أيديهم في كل يوم، فلن تقبل سوريا، فلن تنتصر سوريا، فلن تقف سوريا عند أولئك الشرطنة. هو الحل العربي ما يستطيع إقباله سوريا. تكبر معاهدنا لا يوم الحيد رغم الظلم والتهجير. لجيشنا الحر وللجيش التركي الشقيق، نقف اليوم تضامنا معهم لأجل عملية نبع السلام التي يقودها الجيشين البطلين ضد العصابات الانفصالية التي هي ذيل من ذيول هذا النظام المجرم، والعصابات الشيعية وكذلك العصابات الإيرانية والروس الذين اغتصبوا أرضنا. نحن نقف إلى ذنب هذين الجيشين بهذه العملية، ليس لطرد هذه العصابات التي اقتطعت جزءا من أراضينا وتعثوا فسادا في أرض بلادنا الحبيبة وعلى أنقاض جيشنا الحر البطل. ونطالب جيشنا الحر البطل بتحرير كافة أراضينا المغتصبة من هذا الحزب المجرم الانفصالي المؤمن بالبويدة ومن البيكاكا، إضافة إلى تحرير كافة أراضي سورية الحبيبة من رجل النظام المجرم وأعوانه من الإيرانيين والروس المجوس المحتلين لبلدنا الحبيب.